سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نخيط القماش الجلد بطريقه سهله من غير ما نعدي بالمشاكل اللي شفتوها. طبعا القماش الجلد بمناسبه فصل الشتاء، كل سنه وانتم طيبين، بيستخدم كتير خالص في الملابس الشتوي، وزي ما شفتوا القماش الجلد بيكون فيه صعوبه شويه في خياطته، الابره ما بتمشيش فيه بسهوله، وكمان بيبقى فيه القماش بيتقطم وبيعدي بمشاكل كتير خالص. فالنهارده هنتعلم ازاي نخيطه بطريقة سهلة وصحية. هنخيطه بالدواس اللي شايفينه قدامكم ده. الدواس اللي شايفينه ده معمول مخصوص لخياطة القماش الجلد. الدواس معمول من البلاستيك او الميلامين، مش عارفة المادة بتاعته ايه بالظبط، بس زي ما شايفين هو مش زي الدواس العادي. الدواس ده انا شاريه ب 15 جنيه، بس طبعا السعر بيختلف من مكان لمكان. فهنركب الدواس وهنشوف النتيجة بتاعته ايه. ده نفس المكان اللي انا خيطت منه، خيطت فيه بالدواس العادي، فهنشوف هنجرب برضه. شايفين سهل جدا وماشيه معايا بسهوله، ادي النتيجه وادي الخياطه برضه من تحت، ادي شكلها. كمان هخيط على القماش وهو مطبق، ادي القماش هطبقه، هطبقه بالطريقة دي. شايفين؟ وده برضو الخياطة من تحت، كمان هعملها اكتر من طبقة، يعني ادي اللي انا طبقتها بالشكل ده هعملها بالطريقه دي وهخيطها. برضو ماشيه معايا بسهوله، وادي شكلها، شكل الخياطه من تحت. اتمنى انها تكون واضحه عندكم. ده القماش كده بالعرض، برضو هخيطها بالعرض علشان اشوف في كل الاتجاهات نفس النتيجة. كمان هضيق الغرزة، انا كده عاملاها على اوسع حاجة، هضيقها شوية وهشوف برضو النتيجة وهوريها لكم. دي الغرزة الضيقة، برضو جميلة جدا وماشية سهلة معايا زي الواسعة بالظبط. برضو هعملها بالطريقة دي وهطبقها على الغرزة الضيقة، يعني انا بحاول اعملها بكل الاتجاهات علشان اوريكم نتيجة الدواس. بصراحة هو حاجة هايلة جدا جدا وسهلة وسريعة. شايفين؟ بصراحة مذهل. برضه هعمله بالطريقة دي أكتر من طبقة. بص النتيجة إيه؟ وادي الخياطه من تحت زيها زي من فوق، مفيش لا كلكعه ولا اي حاجه. ادي كل الغرز لو ما كانتش ظاهره كويس، وادي الغرز من تحت. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان تكون معلومه النهارده مفيده ليكم، واتمنى لكم كل خير، واتمنى ان اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.